خطوات التوطين المكاسب اللي تعود عليه. تمام. طبعا انت عارف ان النهارده مصر عملت ادي اتفاقيات مع افريقيا والدول العربيه، دي هتساعد الشركات كلها انها تاخذ سوق افريقيا والسوق العربي. طبعا بفتح اسواق. ايوه. ثم هندخل بعد كده في السوق الاوروبي، بس نبتدي الاول بالسوق الافريقي والسوق العربي. نبتدي نقلل فجوه الصادرات زي ما ذكرنا في البدايه من 2.4 مليار ننزل بيها تبقى 50%. فجوه الوارد. الوارد طبعا، ما دي كلها يعني دي فرص وتوفير للعمله وتقويه الاقتصاد وتشغيل الشباب. تعرف يعني ايه مصانع سيارات؟ طبعا اكبر استيعاب لالاف الشباب. وما ادراك ما الشباب اليوم، في شباب كتير جدا في كل المجالات محتاج العمل ده. اصل الناس متخيله ان مصنع العربيات يعني مصنع بيعمل العربيه. لا لا، انا بتكلم على صناعات مساعده كتير. انت عارف العربيات يعني اقول لك يعني اعداد المصانع اللي هي بتخدم على المصنع الام الكبير ده كتيرة جدا. واصلا صناعة السيارات بطبيعتها بتاخد عدد كبير جدا من العماله ومن الشباب، وده هدف يعني بالنسبه لنا ده امن قومي. حلو جدا. يبقى انا بشتغل على ان انا كمان اخلق حوافز للمستثمر والمصنع المحلي انه يبدا يشتغل على ده، وحوافز ايضا للمستثمر والمصنع الاجنبي اللي هو تعالى افتح مصنعك عندي في مصر. تمام. زي ما انا كمان بشتغل على المصنع العربيات الكهرباء اللي هو مصنع النصر. طبعا مصنع النصر ده يعني النهارده اشتغل على عربيات الكهرباء ويدي وحافز كويس جدا، زائد ان كمان يعني حتى الست اللي عندك في الحكومه عندك اقروا الحافز النقدي للسيارات الكهربائيه. أيوه. ده حافز كويس جدا. يعني حاليا القياده السياحه تقدم حوافز كمان لمنتج السيارات اللي هتصدرها بره. يعني انت بتتكلم في ان انت بتساعد المستثمر، ده الحافز التصديري. طبعا وبتساعد المستثمر. لازم احنا ننزل له عقبات كتير جدا، المستثمر لازم نقف جنبه عشان نجيبه. يعني عندك النهارده اكبر صناعه سيارات في الصين وامريكا. ليه احنا النهارده حصل تشبع في الصين من الصناعه هناك؟ هتبتدي شركات تتوجه لافريقيا والاسيا. في افريقيا هتتوجه قدامها المغرب وقدامها مصر. طب ليه احنا ما نبقاش احنا المبادره الاولى والوقفه الاولى وصاحب الـ يعني الـ الحجم الاكبر في توطيد هذه الصناعه؟ واحنا عندنا المؤهلات كامله، عندنا خبرات. وانت يعني انا عندي خبرات وعندي بنيه اساسيه، وعندي بنية أساسية. اصبحت الان جاهزه تلت ومتلت على ارض الواقع. النوع ده من الصناعه يبقى موجود عندي. طبعا. وبرضك يعني لازم نشكر يعني القياده السياسيه، البنيه الاساسيه النهارده اللي احنا قلنا كباري والطرق، لا ده اكبر قيمه لكل الصناعات. انا زمان ما كانش عندي طاقه، النهارده انا عندي كهرباء على قفا من يشيل. اللي عاوز يا جماعه كهرباء يجي لي. طبعا احنا النهارده عندنا طاقه وعندنا غاز. احنا عندنا النهارده يعني زي ما قال رب العباد يعني مصر فيها كنوز الارض. الحمد لله. وده بان النهارده لما جالنا قياده سياسيه قويه تريد ان تغير مثل السيد الرئيس. شفنا الانجازات، شفنا البترول، شفنا الغاز، شفنا الشبكه الاقليميه القويه، الطرق، شفنا قوه مصر. دي مكانتنا اللي احنا المفروض نرجع لها تاني. يعني قدامنا الفرص، لازم احنا كلنا نسعى ونساعد كل مستثمر، سواء في لجنه الصناعه، سواء في الحكومه، سواء في الوزاره، سواء في الهيئات، سواء في الاعلام. كلنا احنا هدفنا واحد، هو النهوض بدولتنا.